اللي ان شاء الله غادي يصادف يوم الخميس باذن الله, ونتمنى ان شاء الله تكون عواشر مبروكه عليكم. اللي بغى يوجد شي شهيوه معنا محجوبه من الدار البيضاء اليوم غتقترح علينا بسطيله مخلطه. صباح الخير لاله محجوبه, اش اخبارك؟ والله اختي انا الحمد لله ربي يخليك, كلشي بخير. كلشي بخير, كلشي بخير الحمد لله ربي يخليك. البيضاويين والبيضاويات كلشي مزيان, كلشي بخير الحمد لله في اتم الصحه والعافيه الحمد لله. كي داير الجو عندكم؟ حنا شويه الجو مضبب ما بينش الشمس, تحنا الضبابة وحل بارد. أيه. الحمد لله الله يعطينا الله يلطف من عنده, الله يلطف والله يجيب الغيث من عنده يا ربي. امين. طيب هذه قلتي لينا بسطيله مخلطه. اياه بسطيله مالحه بالدجاج والكفته وفيها الشامبينيون. أيه. تجي زوينه بزاف يعني, تجي في المناسبه مغيره على البسطيله الحلوه. نعم مغيرة تماما عليها. كتاخذي الورقة, كتشري الورقة ولا كتصيبيها في الدار عندك ولا؟ كنشريها دابا, تنشريها وتنطيبها, لابد ندير بريوات ولا لينام ولا شي حاجة. ولكن بالنسبة للبسطيلة تنحاول نشري الكبيرة باش تجي, حيت ما كاينش عندنا حنا اللي عندناش شي حاجة كبيرة, كبيرة فاش نصيبوها. نعم يا اختي. أول حاجة اختي تنحتاجو مقادير دجاجة القياس 2.5 كيلو, جوج كيلو تكون كبيرة, وعندنا 1.5 كيلو ديال البصلة تكون بيضة, 1.5 كيلو بصلة بيضة, وجوج ورق ديال سيدنا موسى, ورق الرند, جوج ورق سيدنا موسى, ومعلقة كبيرة ديال الزعتر. الزعتر ماشي الزعتر, الزعتر هذيك الرقيقة البلدية. ومعلقة صغيرة ديال البزار بيض, إبزار بيض, ونص معلقة ديال البزار كحل, نص معلقة إبزار كحل, ومعلقة كبيرة ديال مطيشة الحك, معلقة كبيرة مطيشة الحك, ومعلقة صغيرة ديال الخرقوم عواد, معلقة صغيرة صغيرة ياك لالا؟ إيه خرقوم عواد مطحون. مطحون أيه مطحون طبيعة الحال. عاد تنقولو خرقوم عواد زعما يتخلط مع الخرقوم هذاك الملون. لا هذاك حنا صافي ضربناه عليه في اللقاء المفتوح, راه ما بقيناش. لا 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 حنا ضربنا عليه, انا ضربت عليه ولا ضامت البنة. تبارك الله عليك. إيه ربي يخليك. وطرف ديال سكنجبير طري صحيح, وطرف سكنجبير طري. أيه صحيح. وكاس صغير ديال عصير الحامض, كاس صغير عصير حامض. شحال تقريبا من حامضه؟ تقريبا غادي تعطيني شي 3 حامضات ولا 2.5 حامضات على حسب القياس تاع الحامض واش كبير ولا صغير. 3 حامضات يكونوا نيت عامرات وملبات وميهات. يكون غير كاس صغير, هذوك الكيسان الصغير ديال حياتي, ماشي يكون كاس, يكون كاس ديال العنبه. لا كاس صغير, صغير ديال داك الكاس ديال اتاي. اييه. ونص كاس تاع زيت العود, ونص كاس زيت العود, وربع كاس تاع الزيت العادية, ربع كاس زيت عادية, معلقة كبيرة ديال الزبدة, معلقة كبيرة زبدة, الملح, الملح, وعندنا 1/4 ديال الكفتة, ربع كفتة, وعندنا البصلة هذيك الصغيرة المحمضة اللي تتبع هذيك الصغيرة, هي المرقدة. المرقدة هي شحال تقريبا؟ تقريبا شي 5 دراهم هكاك نشريو. لا عطيني شحال من حبة الله يرضي عليك. تكون حبات, يقدروا تكون شي 10. اذا 10 حبات هي 10 حبات. وحكم متوسط تاع الشامبينيون, متوسط الشامبينيون. ايه دابا نمشيو للطريقه ان شاء الله باذن الله. غنشدو الدجاج ديالنا, هاد الدجاج غنديرو معاه البصله, غنشنفوها رقيقه مشنفه هي, وغنديرو معاه ورق سيدنا موسى, ونزيدو ورقه سيدنا موسى, وغنشدو ملعقة كبيرة ديال الزعيطرة غنحكوها بيدينا, ملعقة ديال الزعيطرة غنحكوها غي بيدينا, وغادي نزيدو البزار, زائد البزار, وغنزيدو مطيشة الحك, مطيشة الحك هي, وغنزيدو الخرقوم بلدي, الخرقوم بلدي, وغنزيدو الطرف ديال سكنجبير طري صحيح مغنحكوش غير صحيح حيت غنحيدو في الآخر, طرف سكنجبير صحيح هي, وغنزيدو الحامض معصور, زيت العود وزيت العادية والزبدة ديالنا. عطيتيني زيت العود, ما عطيتينيش الزيت العادية في. لا عطيتيني ربع كاس زيت. طيب ربع كاس زيت العادية. إذا نزيدو الحامض معصور والزيتون العادي والزيت البلدية. ومعلقة ديال الزبدة,
ومعلقه زبده هي والملح الملح اللي يملح لينا. طيب ونديروا كاس ديال الماء يكون قياس كاس العنبه ونخليوا هذا الشيء يطيب لينا، نخليوا الدجاج يطيب لينا مزيان في طنجره. في طنجره انا تنديرها طنجره عاديه تنحل عليها شويه باش الدجاج ما يتشتتش ليا في يعني في المقادير يعني ما تشتتش في وسط المرقه وتنخليه يطيب. الدجاج مقطع على لا لا تنديرها صينه، تنديرها صينه ولا مقطعه ماشي مشكل. ماشي مشكل اذا صاينه او مقطعه ماشي مشكل حيت غادي نفرشتوها في الاخر غادي في الاخر غتمشي غتمشي ما كاين لا صاينه ولا عليها نفس المصير. طيب يطيب لينا الدجاج مزيان تنحيدوه تنزيدو الحك ديال الشامبينيو في هذيك التخليطه اللي عندنا. ايه نسيت لك في المقادير باكيه كبيره ديال شعريه الشينوا نسيتها. واخا اذا نزيدوها هنا هي الاولى صغيره باش من لا كبيره ديال نص كيلو كبيره نص كيلو. واخا اذا نحيدو الدجاجه من بعد ما طابت غادي نضيفو الحك ديال الشامبينيو ديالنا المتوسط. اييه ونخليوه يطيب. مين يطيب لينا هذيك الشعريه بعد ما نكونو رقدناها في الماء من الاحسن الشعريه ترقد في المدافي حيت رقدناها في الماء سخون بزاف تتعجل لينا كتهرق كتهرق بزاف تزيد تعجل. نرقدوها في المدافي وغنقطعوها وغادي نضيفوها على هاد المرق ديالنا حتى تشرب، نبقاو نحركوا فيها شويه بشويه حتى تشرب لينا داك المرقة ديالنا. واخا وغنزيدوا الهريسه حسب الذوق يعني على حسب كل واحد، ولكن من الاحسن يعني تتبغي شويه الهريسه. واخا غنشدو دابا حنا كملنا من هذا الشيء ها هي وجدنا لاصوص ديالنا الدجاجه ديالنا غنشدو غادي نقطعوها صغيره. هي حشوه تقريبا ياك هذا هي حشوه هي غنشدو ربعه ديال الكفته غنشحروها في شويه الزيت. اذا الكفته اذا ربعه غادي تكون نعم مشحره في الزيت الكفته غادي تكون فيها القيمه ديالها وكل شيء غنشدوها نشحروها غير شويه الزيت ولكن ما تشحروهاش بزاف ماشي نخليوها تتقفح لينا نشحروها غير شويه. غير واحد الحاجه باش نتفق معاك عليها المحجوبه في القيمه ديال الكفته لانها الكفته كتختلف من واحد لواحد في القيمه ديالو ويمكن يكونوا بعض التوابل اللي نضيفوهم لها الكفته ما يجوش لينا مع الدجاج وما يجوش لينا مع الحشوه. فالكفته شنو شنو كتقترحي كتوابل اللي تماشى وتنسجم مع الحشوه هذه؟ انا تندير فيها شويه سيبيسه اذا ندير فيها شويه البزار سيبيسه ابزار البزار الملحه الملح بطبيعه الحال والكمون شويه الكمون باش ما يمررهاش غير شويه التحميره اها والتحميره تنديرها نيت وتنزيد فيها البصيله والبصله تنقطعها مقطعه رقيقه وشويه الربيع. هذا الشيء ولكن هذيك السيبيسه راه عندها واحد الطعم تيجي زوين. نعم وغير بغيت نركز على الكمون الطيبه ديالو ما كتمشيش مع سكنجبير يعني الا كثرناه ولا درناهم بنفس تقريبا يعني المقدار والتوازن كيعطيونا المروره شويه في ما تنديرش سكنجبير انا في الكفته ما تنديرش سكنجبير ولكن عندنا سكنجبير في الحشوه ياك عندنا عين سكنجبير طري. دابا السكنجبير طري غادي يطلق لنا اما الكفته غنديروا فيها شويه ديال الكمون شويه واخا لا وسكنجبير طري غادي نحيدوه احنا ملي غنطموه غنحيدوه يعني ما غاديش تكون عندنا واحد المشكل. غادي نديروا الكفته ديالنا غادي نشحروها شويه ديال الزيت شويه وما نحاولوا ما امكن ما غاديش نشحروها تكون تتكرملينا شويه نعم ملي غنشحروها واحد شويه غادي نشدوا دابا عندنا الدجاج مقطع عندنا لاصوص اللي فيها الشعريه والشامبينيو عندنا دابا الكفته وعندنا البصينه المرقده غادي نخلطوا كل شيء بشويه وغادي نحاولوا ما امكن نخليو واحد شويه دجاج مقطع صغير نحاولوا نخليوه باش نديروه من الفوق. البصله تبقى صاينه لالا محجوبه؟ غتبقى صاينه حتى صغيره هي غتبقى صاينه حتى تعطينا الحموضه بزاف الى شدينا قربناها ولا شي حاجه غتبقى صاينه غادي نخلطوا. وهذه البصله اختياريه كاين اللي ما تيبغيش الحموضه ديالها يعني اختياريه اللي بغى يضيفها يضيفها انا شخصيا ما تنضيفهاش انا احتراما للوصفه انا قلتها لكم شخصيا انا ما تنضيفهاش ما تنبغيش كثره الحموضه يعني انها تنضيفها تتخلطي كل شيء تتخلي واحد شويه تاع الدجاج تنديروه من الفوق يعني يعني تنديروا الورقه ديالنا يعني كل شيء تبارك الله تعرف كيفاش يدير الطيله اما دايره واما مربعه على حسب كل واحد شنو بغى وتنديروا الحشوه ديالنا كامله وتنديروا الفوق الدجاج تنزيدوا واحد اخر طبقه هي الدجاج
لا تنخلطوا شويه مع الحشوه ولكن تنخلي واحد الثلث يبقى الفوق وتنغطيو البسطيله ديالنا وتندهنوها بالزيت. انا ما تندهنش بالزبده تندهنوها بالزيت وتنردوها طيب بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه للمحجوبه. تجي زوينه مختلفه تماما وتجي هذيك النسمه ديال الزعيط راه تجي هذيك الحامض يعني تجي زوينه وبالصحه والراحه. حتى والدجاج والشامبينيون عاوتاني مذاق اخر مذاق اخر. نعم شكرا لك. والكفته راه عطيناها غير ربعه الكفته يعني عشويه راه ماشي بغا يزيد يزيد اللي بغا يزيد يقدر يزيد وعلى حسب عاوتاني الحجم ديال البسطيله المحجوبه. شكرا لك وشكرا لهذا الطبق المتميز من عندك محجوبه من الدار البيضاء. نوعدوا المستمعين والمستمعات لنا غنعاودوا لكم هذه البسطيله هذه المالحه ان شاء الله في اتاي 11.